قدامه للرب مجدا وعزا. ما تسميه رنمي للرب يا كل الارض. قدموا للرب ما تسميه مكاننا كده. قوله ليه بيك كل مجد وإكرام يا رب، ليه بيك كل تسبيح وعبادة. هللويا هللويا. اهتفوا للرب يا كل الأرض، اهتفوا وغنوا ورنموا للملك، اجعلوا تسبيح ممجدا. هللويا. قولوا لله ما هي بأعمالك، ما هي بأعمالك. اديله كل العظمة والجلال النهاردة وانت واقف، علي تسبيحك للملك. قوله مبارك اسمك أنك عال ومرتفع فوق السماوات مجدك. هللويا 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 هللويا. لأننا نسبح الملك القدير القدوس. ارفع ايدك قدامه وانت في محضره كده، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية أمامك يا رب النهاردة. وإحنا بنرفع ايدينا أمامك بنقدم تسبيحاتنا، ذبائح 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 أمامك سيدي. أيوة يا رب، أيوة يا رب. اعلى فسينا، اعلى فسينا يا رب النهاردة. تكون وحدك مالي المكان يا رب، تعلى وتتمجد وتأخذ كل المجد والإكرام. تعالوا لمست لك بين الآله يا رب، لمست أعمالك، لأنك عظيم أنت وصانع عجائب. أنت الله وحدك، لأنك أنت هو الملك. هللويا. لا مثل لك بين الآلهة يا رب، ولا مثل أعمالك
الرب يا كل الأرض خلاصه عظيمة هي أعمالك عظيمة أعماله ومجده في غني للرب يا كل الأرض غني للرب يا كل الأرض خلاصه للأبد عظيمة أعماله للرب يا كل الأرض لأن إلهنا عظيم لأنه عادل لأنه مرتفع لأنه حامل كل الأشياء مفيش حاجة هربانة من إيده حامل كل الأشياء بكلمة قدرته عشان كده تعالوا نغني كمان قول هللويا للملك قولوا هللويا هللويا للإله الملك العظيم هللويا بقلوب فرحانة قرار هللويا قولوا هللويا هللويا قولوا هللويا 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 علي التسبيح للملك باسم المسيح هللويا باسم مرة ثانية قولوا هللويا Hallelujah.
يتعظم الملك فوسطينا، هنشوف آيات ويعلن اسم يسوع ملك في كل الأرض وكل الأمم، هنشوف آيات في كل ممالك الأرض، في كل أمة، في كل لسان، في كل قبيلة. هللويا، بنعلن إنك السيد الملك، ما أمجدك ما أعظمك. عشان كده يحلى الأفواهنا وحياتنا إن إحنا نشهد عن أمانتك وإحسانك وجودك، إنك يا رب مختارنا منذ البدء وماشي معانا كل الطريق. ما أمجدك، عشان كده بنقولك بنحبك، أحبك أحبك، ما أروعك لنفسي، أنا لك ولن أكون لغيرك يا يسوع. تعالوا نشهد عن أمانة رب، وإحنا بنقوله كم يحلو لي أن أشهد عنك، بشهد إنك أمين، بشهد إنك صالح، بشهد إنك السيد، بشهد إنك قادر على كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أمين. هاللويا هاللويا. كم يحلو لي أن أشهد عنك، كم يحلو لي أن أرنو منك، كم يحلو لي حبك سيدي، فلذتي في اقترابي. أحبك أحبك اشتهت في ذلك الجلود، منك ارتوى بالحب يا قدوس، نفسي تذوب عند سماعها أي حديث عنك بين النجوم. أحبك أحبك هللويا، ما أروعك لنفسي. أحبك أحبك بالعدد. أنت لي أغلى، أنت لي أغلى من الكنوز، وأشهى من الذهب الوفير، لزاد حدك نفسي تلوذ، وقلبي حيث خطاك يسير. أحبك
لك ولن أكون لغيرك يا يسوع. هللويا. مكتوب كده: ما أعظم جودك الذي ذخرت فيك وفعلته للمتكلين عليك نحو بني البشر. تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس، تخفيهم في مظلة من مخاصمة الألسن. مبارك الرب لأنه قد جعل عجبا رحمته لي في مدينة محصنة، وأنا قلت في حيرتي إني قد انقطعت من قدام عينيك، ولكنك سمعت صوت تضرعي استرخت إليك. أحب الرب يا جميع أتقياء، الرب حافظ الأمانة ومجاز بكثرة العامل بالكبرياء، لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب. هللويا. وإحنا بنقول له بنحبك وبنشهد عنك، بيرسل معونة من السماء. هو حافظ العهد وحافظ الأمانة. تعالوا نتشدد بيه وإحنا بنرنم التنيمة الأخيرة اللي بتقول: ما أعظم الجودة الذي زخرته لخافيك. صدقني وصدقيني، في بركات على رأس الصديق لا تحصى ولا تعد. إنك موجود هنا دي بركة وحماية ونعمة من السماء. أمين. هللويا. تعالوا نقول مع بعض، لو أنت سمعتها مرة قلناها قبل كده، على الأقل قول الكلام ده جواك، إلهك بيه كده. صدق إن في عهد لكل خائف الرب، في رحمة، في معونة، في عناية طول الطريق. ما أعظم الجود الذي سخرته لخائفك وغناك وهبته، رحمتك تحيط بي وبترنم النجاة دوما تهتفني. ما أعظم الجود الذي زخرته لخائفك وأمنك وهبته، رحمتك تحيط بي وبترنم التنمية من الأول، لكن عايز أقول مع بعض: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ رب حسن حياتي إيه؟ ممن أرتعب؟ وإنت بيجيلك إبليس برعبه أيا كان، في صورة خوف، في صورة مرض، في صورة وباء، قول: ممن أخاف؟ رب نوري. أمين. تيجي نقف نقول بس الحتة دي: الرب نوري وخلاصي، نزل علي جيش لا يخاف قلب. أمين. الرب نوري وخلاصي لن أخاف، إن نزل علي جيش لا أخاف. الآن والآن يرتفع رأسي على أعدائي من حولي وللرب أرى. ارفع إيدك وانت تقول: الرب نوري. الرب نوري وخلاصي لن أخاف، إن نزل علي جيش لا أخاف. الرب نوري وخلاصي لن أخاف، إن نزل علي جيش لا أخاف.
هللويا أغني للرب لأنه أحسن إلي. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، لأن يرتفع رأسي على أعدائي حولي فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف. أغني وأرنم للرب مأمجدك، تستحق كل مجد وهتاف وتعظيم. كنيستك مصدقة فيك، كنيستك متأكدة أنك صالح وأنك عظيم وأنك بتقودنا في موكب النصرة من مجد المجد، والنصرة النصرة وتتعظم في حياتنا بكل قوة، ونفتخر بشخصك إلى الأبد. تعالى بكلمة حية لكل واحد فينا الآن باسم يسوع. أمين أمين. مبارك اسم الرب. اهلا بكم في بيت الرب. سعيد انا اشوف كل الوجوه الجميله اللي بقى لي مده ما شفتهاش، واللي شفتها الحد اللي فات. منورين بيت الرب. النهارده سأواصل ما بداته في رساله بطرس الثانيه، و الجزء الأول اللي خدناه من أول عدد 1 إلى عدد 11، بطرس الثانية أصحاح 1 من عدد 1 لعدد 11. لو كرمنا نقف احتراما لكلمة الله. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله، إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا المخلص يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا، كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح، لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تذلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. نشكرك من أجل كلمة الحياة التي بين أيدينا. نحن نعلن يا رب أنها هي سر وجودنا الروحي الحقيقي، وهي التي أيضا سبب وفهم وفتح لعيوننا الروحية الداخلية لكي ندرك ونفهم أبعاد الحق الإلهي المختلفة بعمل روحك القدوس فينا. نشكرك يا رب لأنه فعلا يا رب وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. بنشكرك لأن في كل مرة بنلتف من حولك وبتكلمنا بالروح القدس يا رب، كلمتك تخترق إلى قلوبنا وإلى دواخلنا وسرائرنا الدفينة. بنشكرك لأنها تعطي لنا تشجيع وتعزية وتقويم وعداء وتصحيح لمسيرتنا، فشكرا لك يا رب من أجل هذا الحق
الحق الموجود بين أيدينا اللي بنتمتع بيه ويمكننا الرجوع إليه بطريقة مستمرة في كل يوم. في أناس كثيرين مش بيتمتعوا بهذا الحق لأنهم موجودين في أماكن يستحيل عليهم أن يحظوا بوافر الكلمة المستمرة أمام أعينهم ليأكلوا وتشبع نفوسهم في كل يوم. شاكرين أفضالك الكثيرة. اتكلم لينا يا رب في هذه الليلة بالروح القدس، واخفي أنت ضعف عبدك في شخص المسيح يسوع، وفي النهاية لتأخذ أنت كل المجد والكرامة والسجود والعظمة في اسم يسوع. آمين. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على ثنائيات في طريق التغيير، وزي ما انتم حضراتكم عارفين ان سنة 2020 بكل اللي فيها لحد اليوم سنة مش سهلة ومليانة بالعوائق وبالأمور المخزية والمخجلة، وناس كتيرة ليهم خيبة أمل فيها. لكن كنت واقف بفكر في هذا التفكير وقلت السنة، هذه السنة بالتحديد الرب يكلمنا في بدايتها ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. وحسيت كما لو كان إن ده كان أفضل عام لهذه الآية ولهذا المعنى أن ينتقل وينطبق في حياة كل واحد وواحدة فينا، لأن أعظم اختبار في تغييرنا اليومي لكي نتمثل ونشابه صورة الابن ولكي نكون على ذات النموذج والمثال هو ليست الأوقات السهلة اللي كل واحد فيها يقول هللويا والدنيا تبقى ماشية زي ما بنقول بالمصري عنب وكل حاجة كويسة، لكن أفضل طريقة للتغيير هو في الأوقات الحرجة الصعبة التي فيها المحكات المتعبة وفيها المطبات المؤلمة. عشان كده أنا أعتقد أن أعظم وقت لتتغير حياتنا هو في وقت الشدة، لأن عندها ندرك عمل نعمة الله الذي يرفعنا وسط هذه الظروف. لكن لو الدنيا كلها ماشية سهل ما كناش نقدر نشوف يد الرب وما كناش نقدر نشوف وجه الرب المضيء بطريقة أعظم مما نراه. وقالوا أن أعظم وقت تستطيع أن ترى فيه النجوم اللامعة هو عندما تزداد حلكة وظلمة الليل بطريقة قوية، عندها ترى كل هذه النجوم وهي لامعة تتلألأ. عشان كده أفضل طريقة نشوف فيها يد الرب وهي تعمل لتغيرنا هي الأوقات الصعبة. عشان كده أشكر الرب من أجل كل الأوقات، الأوقات الصعبة والأوقات السهلة، من أجل الضيقات ومن أجل أوقات الراحة، من أجل الأوقات اللي بنبقى فيها فوق الجبل وفي الأوقات اللي احنا فيها في الوادي كلها، إنما يوم بعد يوم تغيرنا إذا كنا جادين في هذا الأمر إلى تلك الصورة عينها. المرة اللي فاتت اتكلمت على 6 ثنائيات وقلت إن في تقريبا 12 ثنائية بطرس بيحطهم في شكل اتنينات. فأول ثنائية تكلمنا عنها بطرس عبد ورسول، وقلنا إن عبد ده ربطنا بخروج 21 لما بيجي وقت حرية العبد ويحب سيده ولا يريد أن يترك زوجته وأولاده الذين عائلة التي كونها، يقول له لا أنا أعيش أخدمك إلى الأبد. ورسول أي مرسل من الله.
الثنائية الثانية هي إلهنا والمخلص يسوع المسيح. إلهنا هذا هو ما نتحدث عن المسيح، لاهوتي هو الله، فنحن لا نعبد إنسانا جعلنا منه إلها، لكننا نعبد الله المتأنس الذي جاء في صورة إنسانيتنا. والمخلص هو سر حياتنا، وهو يسوع المسيح الذي يخلص من خطايانا. ودي الثنائية الثالثة، يسوع المسيح. وقلنا ان دي مش مرادفات، يسوع هذا اسمه، ويدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، وله سمات وصفات كثيرة. والمسيح أي الممسوح، المرسل من الله، الممسوح من الله. نمر 4، النعمة والسلام. تحدثنا أنه قبل أن يتمتع الإنسان بأي سلام لابد أن يختبر النعمة، والنعمة هي أنك تأخذ ما لا تستحق، وهي بعكس الرحمة. الرحمة أن تأخذ ما تستحق، ما لا تستحق يعني ربنا يرحمك فما تستحقه لا تأخذه، أن لا تأخذ ما تستحق. إن كنت تستحق العقاب الله يرفعه عنك، هي دي الرحمة. الرحمة أن لا تأخذ ما تستحق، النعمة هو أن تأخذ شيئا أيضا لا تستحقه. نمرة 5، الله ويسوع ربنا. بيتكلم هنا تنويه إلى الوحدانية، الله ويسوع ربنا، مش اتنين آلهة، لكن الله واحد في الجوهر، ولكنه له ثلاثة أقانيم أعلن لنا ذاته، الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس. نمرة 6، الحياة والتقوى. أو البعض قال الحياة التقوية، والبعض الآخر قال الحياة والتقوى. كلمة تقوى معناها حضور الله المستمر أمام أعيننا، زي ما عبر عن هذه الكلمات كاتب مزمور 16 داود، اللي اتكلم وقال له في عدد 8، جعلت الرب أمامي في كل حين، حضوره مستمر معايا، جعلت الرب. لكن يبتدي في الأول، احفظني لأني عليك توكلت، أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. بيبتدي بإعلانه حقيقة علاقته مع الرب، وبعدين في الوسط يقول أبارك الرب الذي نصحني، وبعدين جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني مكان القوة فلا أتزعزع. والنتيجة لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وبعديها بينتهي بأنه أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. دول الست حاجات اللي اتكلمنا عليهم المرة الماضية بمنتهى السرعة. النهاردة هنتكلم على 6 أمور أخرى. هذه الستة أمور هم 12 واحدة، يعني أنا لا أعتقد أن أنا هغطي الموضوع كله، لكن بيتكلم بعد كده على المجد والفضيلة في عدد 3، بيقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا ثنائية كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، الذي دعانا بمجده، الذي تعانى بجلاله بمجده وبالفضيلة. هنا كلمة فضيلة مش الفضيلة اللي هي القيم الأخلاقية، لكن هنا الفضيلة معناها godliness، أي حضور الله المتفاضل المتميز. قد دعانا الله بهذا الوضع وبهذه الكيفية. وبعديها يقول الحقيقة حاجة في غاية الجمال، برضو ثنائية تانية، بيقول المجد والفضيلة اللذين بهما قد وهب لنا، ويكلمنا على حاجتين تانيين، المواعيد العظمى والثمينة. المواعيد العظمى والثمينة. الحقيقة يعني الشاهد أثار
يعني رغبتي في البحث في كلمة الله، قلت يا ترى في كام وعد بيقول المواعيد العظمى والثمينة، يا ترى كلمة ربنا فيها كام وعد من هذه المواعيد العظمى والثمينة؟ 5, 10, 100, 1,000, 2,000. أقول لكم لقيت مجموعة من الدارسين قروا الكتاب المقدس 27 مرة وخدوا سنة ونص يعملوا بحث في عدد المواعيد الموجودة في الكتاب المقدس، واكتشفوا أنه يوجد 8810 وعد في الكتاب المقدس، ومركزية هذه الوعود هي شخص الرب يسوع المسيح. وقالوا أن 7478 وعد منها من الله للإنسان. يعني إيه الغنى ده؟ ما هذا الغنى وما هذه البركة التي نعيش فيها؟ يا ترى إحنا المواعيد العظمى والثمينة، يا ترى إحنا عايشين بنأخذ ونمد أيدينا إلى هذا المخزن المليء بمواعيد الله 8800، يعني 810، يعني 8800 وعد. يا ترى أنا بعيش في حياتي كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر بكم وعد، وبختبر كم وعد فيهم؟ عشان كده بيفكرنا انه اعطانا مواعيد عظمى وثمينة، الذي بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة. ويفكرنا الرسول بولس في كورنثوس الثانية 1:20، لان مهما كانت مواعيد الله ففيه النعم والأمين. يعني المواعيد دي ربنا بيدي مواعيد، لكن هل كل هذه المواعيد، هقف وقف صغيرة خالص هنا، هل كل هذه المواعيد حتى نأخذ ما نحتاجه أو نجيب كتاب من الكتب اللي موجودة في السوق اللي يقول لك لما تبقى عيان تجيب تطلع الشاهد رقم كذا وتقرأ كذا عشان تخف، لما تكون في أزمة مادية تطلع الشاهد رقم كذا عشان تطلع من مشكلتك المادية، لما يكون في مشكلة عائلية تجيب الشاهد رقم كذا؟ هل هذا ما يقصده الوحي؟ طبعا لا. احنا مرات كتيرة بناخد الموضوع لأبعاد وتطرفات غير كتابية. المؤمن الحقيقي الذي أحب المسيح، الذي أحبه هو أولا، كلمة الله صارت في أحشائه جزء من كيانه، وصلاته وعلاقته بالله أبعد وأعظم من كل هذا. لكن مرات كثيرة الله يعطي للمؤمن إعلان خاص، مش أي حاجة في أي وقت في أي كلام فأفتح الكتاب واللي يطلع لي، لا، في مواعيد والروح القدس وعلاقتك وعلاقتك بالله هيتلقي نفسك ان الله الذي تكلمه يتكلم اليك، وهو اله يتكلم ويسمع، مش اله بس بيسمع لكن بيتكلم كمان. عشان كده لما تكلمه اديله فرصة يكلمك بخصوص المشكلة المعينة، المرض المعين، الأزمة المعينة، الضيقة المعينة اللي بتعدي فيها، وقول له يا رب بالروح القدس الساكن فيا تكلم إلي وذكرني بمواعيدك لكي أتعلق بشخصك وأتمسك بيه. يبقى في حاجة اسمها إعلان إلهي لموقف معين بالروح القدس. لما تاخد هذا الإعلان، هذا ما تتمسك به، وهذا الإعلان ليس بعيدا ولا خارجا عن كلمة الله. مش واحد يجي يقول لي كلمتين وأقول ده الأخ فلان اداني إعلان. أنا مش بتكلم على الإعلان ده، أنا بتكلم على
الكامن بين طيات كلمة الله. الله لما يتكلم يتكلم إلينا من خلال كلمته، مواعيد عظمى وثمينة، 8800 موعد. هل يعني يعجز الله أنه يلقي المادة الخام التي يريد أن يتكلم بها إليك في وقت معين؟ هيعجز عن كده؟ حاشا أبدا، وهيديك إجابات. بس مهم إحنا نكون في علاقة مستمرة معه. هذه العلاقة اللي بيقول لنا عنها إنها تنقلنا كلنا حتى نكون شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم. مش يعني نبقى آلهة شركاء الطبيعة الإلهية، لكن نبقى بناخد سمات وكمالات الله نتعلم منها، زي ما هو قدوس وقالها، قالها كونوا قديسين كما إني أنا قدوس. هنا أيضا يذكرنا أن هناك مواعيد عظمى وثمينة نتمسك بها، وما يتكلم به الروح القدس من هذه المواعيد في ظرف معين لأمر معين في زمن معين، هذا ما أتمسك به. لكن أنا مش يعني بشوف حظي وبخت وأي حاجة تعجبني وأي كلمة مسكها أتعلق بيها ما يكونش ليها علاقة. ويمكن أحيانا بناخد مواعيد ما يكونش ليها علاقة بينا ويكون ليها علاقة بشعب الله في القديم، وناخد الكلمة من وسط المحتوى ونجري بيها. مش دي المواعيد اللي بنتكلم عليها، لكن بنتكلم على ما يفعله الروح القدس بكل وضوح في قلبك وفي حياتك، وده اختبار كل مؤمن يمكنه أن يجوز ويختبر إعلان الله بأمر معين في زمن معين لظرف معين، ويختبر النجاة أو يختبر الصبر أو يختبر الإجابة التي يمليها الله، مش اللي أنا عايزها مرات كتيرة. يعني لن أجوز في حاجات شخصية، لكن حاجات كتيرة شخصية جزت فيها وسمعت فيها همس الروح القدس وصليت زي ما همس الروح القدس، وكانت النتيجة تماما كما أعلن الروح القدس. إذن هناك إعلان، هناك نور إلهي يضيء القلب، ولما يضيء الرب قلبك بكلماته بوعد معين تمسك بهذا الوعد، لكن مش تتمسك طبقا لعدم رؤية أو لاختفاء الصورة والملامح، لا، لكن أتمسك بما يقوله الرب وبما يهمس به الروح القدس في داخل حياتي. ولكل مؤمن الحق أعطي له من الله من قبل الله بالروح القدس الساكن فيك يا مؤمن، إذا كنت لا تطفئ ولا تحزن الروح، فالله يتكلم بروحه بكل وضوح في داخلك وتدرك صوته وتميزه عن صوت الغريب. المواعيد العظمى والثمينة اللي الرب أعطاها لينا. وأنا ممكن أقف عند المواعيد العظمى والثمينة نتكلم فيها، والكتاب مليان بهذه المواعيد، لكن سأكتفي بهذا وأقول أن الله أعطى لنا الكثير في كلمته، فلنتمسك بالكلمة ولنؤمن بكلمة الله، وعند الحاجة نصلي ليقود الروح القدس حياتنا ويعطي لنا إعلانا خاصا من خلال الكلمة لقلوبنا، فنتفاعل مع الكلمة والكلمة تتفاعل معنا، فنجد الإجابة التي يريدنا الله أن نتعلم منها. كلمة وعد أيضا في هذا البحث الذي كنت أقرأه، قالوا أن كلمة وعد، كلمة وعد الكلمة نفسها تكررت حوالي 100 مرة في الكتاب المقدس. إذن هذه المواعيد كلها موضوعها شخص الرب يسوع المسيح. قرأت هذه المقولة، كتبها رجل الله الذي استخدمه استخدام عجيب وعظيم على مستوى العالم، مودي. قال: اترك مؤمنا يتغذى على مواعيد الله لمدة شهر، اترك
مؤمنا يتغذى على مواعيد الله، يقرا ويطمن قلبه ويطمن حياته لمده شهر، وانا اريك شخصا لا يتحدث عن كم هو فقير. الكلمة التي تشبع، الكلمة التي تغني، الكلمة التي يتحدث بها الروح القدس إلى أعماقنا في ظروفنا المعينة. وإلهنا، نذكركم، ليس إلها صامتا أو سامعا فقط، لكنه أيضا يتكلم. النقطة الثانية أو رقم 9، شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد. يعني ممكن نوصل في وضع روحي معين نتيجة الاقتراب لله من ان احنا نبقى متشبهين به. نعم انا مش بتكلم برضو، بحذر تاني لألا حد ياخدها الى مفهوم، لان في مفاهيم خاطئة في يعني مجموعات منشقة عن الكتاب المقدس زي المورمونز والناس دي، يقولك انت تبقى الله، والنيو ايج انت بتتكلم على انك انت بقيت إله في حد ذاتك يعني. لكن احنا مش بنتكلم، الكتاب مش بيتكلم لما بيقول شركاء الطبيعة الإلهية لا يتحدث عن ان حضرتك او حضرتي او حضرتك هتبقى إله. لا، سنتمثل بالرب إلهنا في كل كمالاته. وبعدين بيقولوا قد وهب لنا، فعل ماضي. هلا طب لما وهب لنا ازاي يتكلم بعد كده ويقول وانتم باذلون كل اجتهاد؟ طب لما هو ادانا ده كله يبقى الاجتهاد لازمته ايه؟ ده سؤال مهم. لما ادتنا كل المواعيد العظمى والثمينة وعدت ان احنا وهبت لنا كل هذه الامور حتى نصير شركاء الطبيعة الالهية، ايه لازمته الاجتهاد؟ باذلين كل اجتهاد. طب ما يعني المفروض الحاجات دي تيجي بقى اوتوماتيك. لا، هو ادانا الامكانيات التي يجب ان نتدرب على استخدامها واستعمالها لنتمكن من ان نكون في هذه الصورة، زي الجيش اللي بيجيب الجنود بتوعه وداخلين حرب. هذه الحرب هي حرب ضروس، بيتعامل مع عدو عنده الأسلحة المتقدمة جدا، فمش هيجيب الأسلحة اللي بقالها 30 سنة اللي بيسموها الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع، وهو العدو بيهاجمك بالجيل السادس هيستخدم حاجة أقل من ذلك. لا، هيدي لك السلاح المناسب اللي تقهر بيه عدوك، لكن لازم تتعود وتتعلم أنك تستخدم هذا السلاح ويكون السلاح مألوف ليك. إذن كون شيء متوفر، كونك أعطيت ما يمكنك من الانتصار، هذا لا يعني أن الانتصار بقى شيء أوتوماتيك. أنت عليك دور لازم تقوم بيه. عشان كده كلمة اجتهدوا هنا يعني بي ديليجنت، يعني خليك شخص تعمل كل ما في وسعك علشان. وبعديها خلي بالك بيقول ايه، اللذين وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة هاربين من الفساد الذي في العالم. يعني ادانا مواعيد عظمى وثمينة وخلانا شركاء الطبيعة الإلهية، لكن بعديها على طول قال هاربين من الفساد. الله، هو أنا كمان في حاجة؟ هذا كله يا أحبائي لا يلغي الدور الإنساني المؤمن، عليه مسؤوليات كما أن له امتيازات. فأعطى لي امتيازات كثيرة، أعطى لي مواعيد عظمى وثمينة، أعطى لي أن أكون شريكا في طبيعة الله من حيث القداسة والمحبة والغفران، كل ما لله
لأتعلم منه، لكن أنا علي دور، أنا مش مجرد شخص واقف بيستقبل وانتهت على كده. عشان كده ما ينفعش كل اللي نعمله في حياتنا كخدام إن إحنا كل اللي نعمله عمالين to pump the people، يعني عمالين نضخ ونقول له الكلام الإيجابي والتعضيد والكلام المشجع، وكأنه هو قاعد فقط عشان يعني يعالج نفسيا ويتقوى ويتشجع ونرفعه من جوه. لا، الموضوع أبعد من ذلك. الموضوع أنه يوجد على المؤمن مسؤولية عليه أن يقوم بها، لا غنى عن ذلك حقيقة. عشان كده كل المنابر اللي تقعد كل تعمله انها تنادي بالتشجيع والتحفيز والبركات، والسنة اللي جاية تبقى احسن من اللي فاتت ومش عارف ايه، ده كلام غير امين، لانك لا تقدم الحق كله. انت تنتقي ما يحلو لك لكي ترضي السامعين، لكنك في ذات الوقت بعدم تقديم الحق الكامل أنت تخدعهم أيضا، لأن الوقت اللي هيلاقوا فيه إن هم في مشكلة وكل الكلام اللي أنت بتقوله غير ساري المفعول، عملت أزمة. الله لم يدعونا لحياة كلها ورود ومنتزه وكلها فوق الجبال نجري كالإيل، مش كلها كده. مين قال كده؟ لا الطبيعة بتقول كده، ولا الحياة الروحية بتقول كده، ولا الرب يسوع المسيح قال لنا كده في كلمته. قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن اوعى الضيق يكسرك. ليه؟ لأنك لو فيا أنا قد غلبت العالم. ده الصح، مش أنا أخذ النص بتاع الآية وسيب النص الثاني. أول ما هو وهب لنا كل ما هو للحياة والتقوى، عشان كده إحنا مش محتاجين، إحنا بقينا شركاء الطبيعة الإلهية. لا يا حبيبي، محتاج وأنتم باذلون كل اجتهاد. بولس يقول جاهدت في تيموثاوس الثانية 4، جاهدت الجهاد الحسن. جهاد؟ آه، أكملت السعي. ده مش بس جهاد، ده بيقول الترجمة بتاعتها I fought the good fight، ده دخل حروب، دخل مع طبيعة، دخل انكسر بيه السفينة، حاولوا يقتلوه كذا مرة. ده واحد بيتكلم انه عاش يجاهد في حياته الروحية من أجل المسيح. انت سايب ده كله وجايب لي على الناحية التانية اللي فيها الإيجابيات فقط، هذه عدم أمانة. الكتاب المقدس كتاب متزن، يقدم المسؤولية ويقدم الامتياز، يقدم الصعوبات ويقدم الحلول، يقدم العالم، لكن يقدم الذي فينا الذي قد غلب العالم وهو أعظم من ما في العالم. هذا هو الإيمان المسيحي الصريح الوطيد الذي له أساسات لا يمكن أن تهزها التجارب. لكن لو انت ماشي ورا ربنا بس عشان الاستنفاع، الفايدة، وكأن ربنا ده بقى عندك المصدر، اذا كان استفيد منه اكمل معاه، ما استفيدش منه اشوف لي حاجة تانية. لا، مش دي علاقتنا مع الرب، مش دي علاقتنا مع الرب. ومن يحب الرب من كل قلبه لن تكون هذه هي طريقة تفكيره بالمرة. لكن لو دي طريقة تفكير، أي واحد محتاج يقف ويراجع حساباته مرة تانية. هو بينقذني ويغيرني لأنه عايز يعملني ويجعل مني شهادة، يهتم بي، يرعاني كفرد كعضو في الجسد، صحيح، لكن ما قاليش انت هتبقى قاعد في معزل عن التجربة والألم والتعب لأنك انت بقيت ابني، فالحاجات دي كلها ما تنطبقش عليك. مش صحيح، مش صحيح. عدم أمانة. عشان كده
أشجع كل مؤمن في كل مكان في كل زمان في هذه الأيام إن يبقى لي علاقة مع كلمة الله. لو أنت مش ملم بالمكتوب سهل جدا إنك تقع في أخطاء كثيرة وتتعثر. لكن إذا كنت تحب كلمة الله وتحب الكلمة المتجسد وتقضي وقت معاه كل يوم كل يوم كل يوم، مش بتقرأ وخلاص عشان تريح ضميرك، لا، انت بتقرأ وبتدرس لأن ده كلام يهمك، سر حياتك كمؤمن، سر وجودك وكيانك وغذائك اليومي. دي القناعة اللي أقرأ بيها الكتاب وادرسه، مش مجرد قريت أصحاح عشان يبقى اسمي قريت في الكتاب المقدس وضميري ما يتعبنيش. مش دي خالص، احنا في حتة تاني خالص. انت لو لسه في الحتة دي انت محتاج لسه قدامك مشوار تطلع من الكلام ده كله وتدرك ان هناك علاقة بين الكلمة المتجسد وبين حياتك، بين الحق الحق الطريق الحياة، فيش غيره، وهتلاقيه في كلمته تكتشف. وصدقوني مش قادر أقول لكم قد إيه الشبع الحقيقي والرضا الروحي الداخلي والإحساس بالفرح والبركة لما حاجة تكون قريتها قبل كده وتقراها وتدرسها والله يعطيك فيها إعلان جديد. قد إيه الشبع اللي ممكن يصل للروح وتشعر به أنت ويكون سبب رفع لحياتك. محتاجين نختبر الكلام ده كل يوم، لأن كلمة الله كل رب بيت يخرج من كنزه جدد وعتقاء، زي ما في قديم في جديد. وتقول الآية دي أنا قريتها كتير قبل كده، مش دي المواعيد العظمى والثمينة؟ آه، شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد. إذن كون الله وهب لنا كل ما هو للحياة والتقوى، إدانا كل الإمكانيات كل الأسلحة اللي تقدر تقهر بيها عدوك، لكن هذا لا يعني وجود الأسلحة، لا يعني الانتصار، لكن أخذ الأسلحة واستخدامها ومعرفة تشغيلها ضد العدو، هذا ما سوف يحرز النصر لحياتك. إذن المواعيد العظمى والثمينة كل ما هو للحياة والتقوى، دي كلها آيات جميلة، لكن إن لم تطبقها على حياتك وتعيشها وتسمح لها بأن تعيش فيك مش هجيب نتيجة. هيبقى كلام بنقراه، كلام كبير، آيات كبيرة وممكن نقعد نناقشها، لكن في فرق انك تناقشها، فرق انك تعيشها، في فرق انك تحفظها، فرق انها تحفظك وتدخل قلبك، فرق كبير. في فرق ان انا اتكلم عنها، وفي فرق انها تدخل جوايا واعيش بيها. البعض بيفكر ان لما يمسك آية من الآيات دي ويطلع منها فكرة حلوة يبقى يقدر يوعظ بيها وعظة حلوة. الكتاب ما تحطش عشان نوعظ بيه، لا، الكتاب موجود علشان نعيش الكتاب. مش ده حياة، تتحول هذه الحياة من هنا إلى هنا. والفجوة كبيرة اللي بين اللي بنقوله وبين اللي بنعيشه تقل كل يوم، بحيث يبقى الإنجيل، بحيث يبقى الخبر السار، بحيث تبقى كلمة الله جزء من وجودي. يعني ايه؟ يعني مش انا بلبس الجاكيت دي عشان رايح الكنيسة وبعد ما اطلع من الكنيسة اقلع الجاكيت، لا، ده بقى جزء من كياني الذي لا يخلع ولا يضاف، لا يتغير،
أو يأتي يطرق عليه أي تغيير، بقى جزء من كياني. اللي بتشوفه في الكنيسة يوم الحد هتشوفه في الكنيسة يوم هتشوفه في الشارع يوم الاثنين، هتشوفه في الشغل يوم الثلاث، هتشوفه في الزيارة يوم الأربع، هتشوفه في المشكلة في البيت يوم الخميس. لكن هو ده اللي احنا عايشين عشان نوصل ليه، اللي بيقولوه الأمريكان What you see is what you get. وبعديها تاني يعني بيتكلم في عدد 5، ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد. في اجتهاد، يقول بعديها كلمتين ورا بعض على طول، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم، بصوا، لا متكاسلين ولا غير مثمرين. ثنائيات ماشيه في 12 ثنائيه وممكن يكونوا اكتر يعني، لكن ده اللي انا طلعته من الجزء ده، 12 ثنائيه. ايه موضوع الاجتهاد وال يعني القصه بتاعت التكاسل؟ في ناس ما تحبش تتعب، فيعمل ايه؟ يجيب الايفون يقول لك النهارده هسمع وعصى. طب حلو، الدكتور فلان الفلاني او الاخ فلان الفلاني او الخادم فلان الفلاني انا بحبه جدا. مره واحد قال لي الاخ فلان الفلاني ده الكيف بتاعي، قلت له يا ده بقى كيف؟ قال لي اه. طيب حلو، ده بقى كيف. لكن حضرتك وحضرتك بتاخد وقت تقضيه بينك وبين الرب وتقول له يا رب كلمني، اهمس بالروح القدس، علمني، عرفني، خد طريقي، خليني اكبر في معرفتك. أنا عايز أقول لكم إن أكثر ما يسعد قلب الخادم لما بشوف ناس في بداية حياتها الروحية، وخصوصا إحنا بقالنا سنين مع بعض، ولا إن هذا الشخص ارتقى من مكانه وبقى في مكانه روحية مختلفة وجميلة، قد إيه بيملأ القلب بالشكر والمديح للرب الذي يصنع ويغير كل واحد وكل واحدة وكل عضو في جسد المسيح. بيكبر. لما كنا يعني من سنين طويلة وعندنا أولادنا بيكبروا، كان شيء جميل قوي. النهاردة أنا شايف بيرلي بقول لها إيه ده يا بنت، أنت طولتي من ساعة آخر مرة شفتك وبقيتي أمورة. حاجة جميلة أنك تشوف الولاد بيكبروا قدام عليك، حاجة جميلة أنك تشوف البيبي الصغير اللي كان دايما عايز انتباه ورعاية وعناية ابتدى يكبر وابتدى ويقول لك How can I help you؟ أعمل إيه؟ أساعد إزاي؟ شيء جميل. طب أمال ليه إحنا مش بنتطلع في دائرة الروحيات إلى نفس الشيء؟ إن أشوف الصغير كبر مش أعوده إن أنا أشيله على طول، لكن ده شخص ابتدى يبقى ليه علاقة مع الكلمة، له علاقة مع الرب، شخص يبذل كل اجتهاد. يعني يعقوب اتكلم على الاجتهاد وعلى المصابرة، يهوذا اتكلم على ان احنا نجتهد لكي نحفظ الإيمان المسلم مرة للقديسين. كل واحد من رسل المسيح اتكلم، أو عدد كبير منهم، حتى لا أعمم، عدد كبير منهم تحدث عن الاجتهاد، حياة الاجتهاد. إذن الاجتهاد
أمر كتابي مش أمر طائفي. الاجتهاد، الصراع، الحرب، الهروب من الفساد، دي كلها سمات لابد أن تكون موجودة في المؤمن ويتحلى بها ويعيش يمارسها. وزي ما شفنا يوسف اللي هرب هاربين من الفساد، في حاجات ما ينفعش تقف فيها لازم تهرب منها. إذن أعطانا الرب كل ما للتقوى، كل ما هو للتقوى والفضيلة، وأعطانا أن نكون شركاء الطبيعة الإلهية لكن هاربين من الفساد الذي في العالم، وأنتم باذلون كل اجتهاد. الاثنين مع بعض، المواعيد تاني، السلاح اللي هتدخل بيه الحرب، السلاح اللي هتتدرب عليه، السلاح اللي هتعرف تستخدمه، الاثنين. ما ينفعش اجيب جندي واديله خنجر واقول له ادخل حارب وهما بيرموا عليه صواريخ، هيتمسح. وما ينفعش ادي للجندي صواريخ وهو مش عارف يستخدمها. ده اللي احنا عايزين نقوله، هناك الأسلحة الفتاكة الروحية المتوفرة لنا، لكن نحتاج أن نتعلق ونتعلم ونمارس وندرب أنفسنا لاستخدام الحق الإلهي. في أمثال 18:9، المتراخي في عمله أخو المسرف. الكسول أخو المسرف. أنا وقفت قدام التعبير قلت يبقى أخواتي إزاي يعني؟ قال إن الكسول أصل جياله كده على السهل، فلما يضيعها مش فارقة معاه، لكن اللي بيتعب في فلوسه تلاقيه بيحطها في مكانها الصحيح. وطبعا عارفين الأمثال الكثيرة، الحكيم قالها: انظر إلى النملة أيها الكسلان وتأمل طرقها. والكتاب مليان عن حياة الاجتهاد، حياة العمل، حياة المثابرة، حياة الاستمرارية في المعركة وكلمة الله. لكن قدموا في إيمانكم، ابتدى يحط لنا السلسلة اللي من 7 خطوات، ودي هتركها لمرة تانية لأن شايف وقتي خلص. لكن أختم: لا متكاسلين ولا غير مثمرين. ونفي النفي إثبات، لا متكاسلين ولا غير مثمرين، يعني نشيطين ومثمرين. مين اللي بيثمر؟ الغصن، ساعدوني، الثابت في الكرمة. ده اللي قاله أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن يثبت فيا يأتي بثمر. إذن حياة الثمر حياة تلقائية للثابت في المسيح، مش محتاج يعمل حاجة. الفرع مش محتاج يعمل أي حاجة، كل اللي محتاج يعمله يثبت في مكانه وفي موقعه، وأن لا يكسره شيء. لو انكسر وانفصل راحت الدنيا. عشان كده نحن كمؤمنين نحتاج أن نعيش حياة الثبات في المسيح، مش يوم فوق ويوم تحت، ويوم زعلان من ربنا ويوم واخد على خاطري، ويوم بشكره ويوم بتزمر. لا لا، حياة ثابتة. الإيمان المسيحي إيمان يقيني مش احتمالي. كنا بندرس في عبرانيين 11 كتالوج أبطال الإيمان: أما الإيمان فهو
الثقة بما يرجى وبعدها كلمة ايه؟ ايقان، يقين. لاني عالم، يا انت مش يعني متأكد 100%؟ اه عارف كده. بمن امنت؟ والجزء التاني ايه؟ ممكن. ده مفيش احتمالات هنا، ده واحد مصدق ومالي ايده جدا من ربنا، مش محتاج تجربة تهزه. وانا اشكر الله من اجل كل المؤمنين اللي في حياتهم على مر السنين رأيت الثبات والتمسك، ويمكن كانوا بالنسبة لي، أنا بتكلم عن نفسي، كانوا دروس حية دون أن يتكلموا. صدقوني أدركتها ورأيتها وكانت سبب بركة لحياتي وتعلمت منهم. عشان كده خلينا نتيقن ونثبت في شخصه. خلونا نصلي. Ooh.
نشكرك لأجل كلمتك الحية الصالحة لكل كمال رأيت حدا، أما وصيتك فواسعة جدا. ثبت كلمتك جوانا، عطشنا وجوعنا عشان نحبها أكتر من كل الماضي. وإذا نحب الكلمة نحبك أنت أيها الكلمة المتجسد، لتثمر هذه الكلمات في حياتنا ثمرا للحياة الأبدية. في اسم المسيح اسمع واستجب. القادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له القدرة والمجد والكرامة، ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب شركة وتعزيات الروح القدس تكون معنا تدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين.